سألت هل داء الولع كان الدواء صدوا زائد دلل زائد دلع مفاتيح هوا صدوا ومشيت اوشوش في الودع ولا جاني لي ردوا اللي فاتح باب الودع واجب عليه ردوا يا لوي 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 بعيونه بضرب متمثل أول ما بيطلوا دوقته من طعم الغزل دوقني من ذله وبحب أنا مهما حصل طب مين بقى يقوله ما هو لو حبيبك كان عسل ما تخلصوش كله يا لوي 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 كانت نارتي ايد من لمس ايد من حضن من ضمه وان راح بعيد النار تزيد واصرخ واقول يمه الروح تروح واني وين روح وما فوقش غير لما يرجع اوام دعني اوام حوالي بنت رمى سألته هل داء الولع كان الجواد صدره سائد دلل سائد دلع مفاتيح هوا صدوا ومشيت اوشوش في الودع ولا جاني ليه ردوا اللي فاتح باب الوجع واجب عليه ردوا يا لوي 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 يا لوي